راه الناس عندهم شهرين ما داوش الاجور تاعهم، اولادهم عيدوا بلا عيد. الامور راهي كيما راكم تشوفوا، راهي مرشحه للتفاقم اكثر. اذا السلطات العموميه خلات الامور على هذا المنوال، الامور راهي رايحه للتصعيد. وين الدوله؟ وين الدوله؟ انا 3 اشهر بلا اجور، انا عيدنا بلا اجر، صمنا بلا اجور. اذا كان مازال الدقيقه دي احنا رانا تمرمدنا في رمضان وعيدنا بلا اجور الدقيقه دي، ومازالت عندنا ثقه في الدوله الجزائريه بات تدخل وتعطينا حقنا. هي راهي العمال شهرين بلا اجور، وهذا يكون على جال لا كونفونسيون كوليكتيف. انا في شرط لا كونفونسيون كوليكتيف هذه اللي شرح لنا القانون، مشينا فيها اطارها في اطار القانون، تابعتنا انسبكسيون دو ترافاي الى اخر لحظه، حتى نعطونا لو بيفي دو نون كونسيلياسيون. بعدك دي تورنات الامور الى مجرى اخر، ولات امور شخصيه. هذا المدير حسناوي مدير تاع الجروب سيدار قلبها مساله شخصيه ما بينه وما بين النقابه تاع المؤسسه.